كابتن كابتن انا ايوه انت هو سعيد ماشي سعيد مين سعيد ده عايز يقتلني يا نهار اسود عايز يقتلك ليه ده عشان هو ظابط ظابط وانت هربان من ظابط وطي صوتك للكلية لو سمعنا انت اتجننت حاضر حاضر روح كده اتقص عليه هناك وانا هستخبى في مكان تاني ماشي ماشي بسرعه لقيت سعيد ولا لسه هو انت كمان هربان من سعيد انت معانا ولا معاه معاكم طب ما تجري تستخبى في اي حته انت واقف ليه حاضر يا رب سعيد ما يشوفني ده اللي جابني هنا بس يا رب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ستوب ايه يا عم العبط ده انا مش لاقي في ايه يا ابني سعيد يا عم اتقمص وساب اللعبه ومشي انا قلت ده شغل عيال صغيره ده خلي بالك يا عم التهريج ده بشوفه مين بقى هيلعب معاكم تاني كابتن تعال شبك لي ايدك بس صباح الفل على عيونك معايا ساعة هتصير جنون لا لا شكرا اشتريها على ضمانتي ما بحبش الساعات هشتريها ليه حقك ما انت ما تعرفش قيمة الساعة دي هتكون قيمتها ايه يعني انت تعرف ساعة بنتين طبعا هي دي بقى بس بالابديت الجديد معقول الكلام ده طب ودي ايه مميزاتها يعني مثلا عندك مشوار مستعجل عليه تقوم دايس عليها متحول على الراجل اللي هو بيجري سريع ده يا راجل اه شله اتلمت عليك قدام الموزه بتاعتك تقوم دايس عليها هتتحول على الراجل ابو درعات الاحمر الكبير ده انت واثق من الكلام ده هو انا هديك اي حاجه طب خد الكبيره بقى ايه الكبيره بقى انت لو حصل حريقه عندك في المنطقه وعايز تعمل ريوش تقوم دايس عليها هتتحول الراجل المطافي تقوم رازع الحريقه خرطومين وتبان في عيون الناس زيرو قصدك هيرو بقى كده انت فهمت دماغي ده انا حتى سمعت رتيش كلام كده من واحد حبيبي شغال في قناه سبيس انها هتمضي معاك الموسم الجاي لو اشتريت الساعة انا اشتريت بكام الساعة دي 800 جنيه بس اتفضل اتفضل ايه ده حريقة تكة واحدة هخلص لكم الدنيا هو راجل المطاف اتحبس في العقارب ولا ايه ايه ده يعني انا اتنصب عليا ماشي ماشي يعني ايه يعني انا اتنصب عليا في 800 جنيه في ساعه بايظه لا ما انا لازم اشوف حد انصب عليه وابقى هاله بقى ابقى هاله بقى بص يا باشا بص يا فندي معايا ساعه اشيك من السفندي تسلم مش عايزها مش عايز مش عايز ايه دي ساعه دن دن ايه عين عين نعم بنتن وبكام الساعه دي ب 800 جنيه طب وايه رايك في الاختراع ده اختراع ايه يا عم دي طاقيه بس مش اي طاقيه دي طاقيه البطل زورو لسه جايه لي حالا من امريكا ودي جات لك ازاي دي؟ اصل زورو الله يرحمه كان انتمي الروح بالروح وقبل ما يموت كتب لي الطاقيه بتاعته باسمي بس انت عارف بقى ظروف الدنيا الواحد اتزنق في قرشين قلت ابيعها الله يرحمك يا زورو وتمنها كام بقى 500 جنيه بس ارخص من الساعه على كده انا ممكن اخدها وابيع الاثنين بسعر عالي وكده بقى عوضت خسارتي موافق وغفل قوي بتقول ايه الطاقيه عليك هتبقى شيك قوي خد فلوسك فل عليك انا محدش يعرف يضحك عليا قرب يا استاذ قرب يا نسا باتت سبايدر مان المبسوط والزعلان ايوه جاي اهو ها عملت ايه بعت شقتنا اللي في العجمي بالعفش اللي فيها وانت انا بعت الشقه اللي كنت هتجوز فيها وانا بعت العربيه اللي ابوك كتبها لي باسم ويا رب ما ياخد باله كده على حسبتنا يبقى معانا لا كده فاضل كتير برضو انا اعرف واحد صاحبي ممكن استلف منه بس مش هيكفي انا كنت شايل 5000 جنيه مع واحد صاحبي هجيبهم وانا الذهب اللي كنت هتجوز بيه هبيعه بقى ومش مهم وهتعمل ايه مع العروسه ابيعها بقى يا كمان ما انا بعت الذهب والشقه يا جت عليها كده مضطر احط موبايلي عشان الحسبه تظبط خد ده اللي حلتي شوف يجيب كام وزود عليهم دي محلات توب اللي عندي في البيت يبقى عرفنا عندي سلسله فضه لسه جايبها جديد حطها عليهم وانا هقدم على كارد وربنا يستر مبروك يا شباب كده نقدر نجيب جاكيت للشتا ونبدل فيه احنا الثلاثه حموده انا سرقت عمار جدع ده لو عرف ان انا اللي سرقته مش هيسيبني يعرف وانا موجود يعني هتداري عليا برقبتي برقبتي بس قول لي انت سرقت منه ايه 200 جنيه انا 100 وانت 100 تفتكر مش هيشك فيا وحتى لو شك فيك انا هبعد عنك كل الشبهات بجد خليه بس يجي يتجرأ كده ويوجه لك اي تهمه وشوف واتفرج انا هعمل ايه هتعمل ايه مفاجاه كويس ان انتوا الاثنين مع بعض عمارة اصل هقول لك اللي انت بتعمله ده يا غبي كده انت هتوقع نفسك خير يا عمارة في حاجة في 200 جنيه اتسرقت يا حول الله يا رب ربنا يعوض عليك يعني انت ما تعرفش مين اللي خدها هو انا هكون عارف مين اللي خدها واخبي عليك طب ده كلام مثلا فارس اللي سرقها كنا عايز اسرق منك جاكيتين جلد وايربودز وانا كنت جاي اقول زي ما قال لك مش انا بقيت اكتب اغاني راب انت سبت الفيديوهات الكوميدي وبقيت تكتب راب وبعدين ده مش مجالك ومين كان مجاله جربته ولقيت نفسي بعرف اكتب راب وعلى فكره انا كنت بكتب راب من زمان بس كنت مخبي عليه دي معلومه انا اول مره اعرفها طب سمعنا كده كاتب ايه ما تزنقوش بقى وتخلي شكله واحد طب اسمع يا عم الحلو انت وهو اتس اوكي بيبي عادي اتس اوكي هات البوكا وخد البوكي
قلبك ابيض كوكي يما. والله على اساس اننا مش عارفينها، ما كل الناس عارفه ان دي بتاعت شاهين. على الاقل اسرق من حد ما نعرفوش. على فكره انا اللي كنت كاتبها وهو اللي دعها مني، والاغنيه نزلت وكسرت الدنيا، بس قلت عادي واعتبرت ابني بيكبر قدامي. انت عايز تقنعني ان شاهين واخد منك انت اغنيه؟ انت مش قاعد مع عيال صغيره بتسرح بيهم، احترم عقولنا شويه. خلاص خلاص اعتبروني بهبد واردموا تراب على اللي فات واسمعوا اللي جاي ده. بينمروني وانا سف في الزباله عادي شويه تف. نقطة البداية أنا السيف. أنت ولا جامد ولا زفت. وخد دي كمان نزلها؟ لا تمام تمام، أنا هكتب أغنية على اللي حصل ده دلوقتي عشان لو خدها ونزلها واتسرقت تبقى أنتوا شاهدين. أو كده يبقى معاك إثبات قوي وأقتنع إن أنت بتعرف تكتب. سيبوني، عايزين مني إيه؟ ما بقاش عندي إلا زعل على الليل. وأنا شيل طاجن ستي ليه؟ يا علي هنموت إمتى وفين؟ يا ابني ما هو هو شاهين برضه. ولا ومال بدل معبدك بحاجة في دماغك. عيل حرامي مستفز. بس تصدق حوار الراب ده حلو، انا كنت كاتب حته كده استنى اسمعالك. نزل الشاكوش انا هنا قادي سياتين انت على الفاضي. اعديها لك المره دي. انا ارتبطت. يعني خلاص مش هنشوفك تاني؟ هحاول ازوركوا كل فتره. تزورنا؟ انت خلاص رحت سكت اللي يروح ما يرجعش. صدقوني الموضوع ده حصل غصب عني. شش تحكيش حاجة، كل حاجة بانت في عينك. خلاص دي اخر صورة صورناها سوا، خلوها معاكم للذكرى. حدايلك كتير وانت في الغربة. أشوف وشكم بخير. اقرا معايا الفاتحة. باشا عندكم تليفونات؟ ايه السؤال ده؟ اكيد يعني عايز 5 تليفونات. 5؟ هتعمل بيهم ايه؟ هبروزهم عندي. اكيد عايز اتكلم فيهم. هتتكلم في الخمسه؟ اكيد لا طبعا، هتكلم في واحد واسيب الاربعه على الشاشه. انت باين عليك في حاجه في دماغك. بقول لك ايه، ما عندناش تليفونات. امال عندكم ايه؟ عندنا سكرينات. تاخد سكرينه؟ لا هات لي 5. بقول لك ايه، ما تقرفنيش بقى، وسع كده، خلينا نشوف الزباين اللي هتشتري. لو سمحت كنت عايز اشتري تليفون. تليفون واحد؟ امال 5؟ شايف الناس اللي بتفهم، عايز نوع ايه يا استاذ؟ اديني اول واحد على الشمال ده شكله حلو. اتفضل، ده ب 1700 جنيه بعد الخصم. ده عبيط ده ولا ايه؟ هو برضو اللي عبيط. ايه ده يا استاذ؟ ده بخطين، لو سمحت شوف لواحد بسبع خطوط. احنا هنهزر؟ يعني ايه؟ خلصت الحكاية؟ وانا اللي كنت متعشم في سينما ولا ملاهي؟ خلاص فات الاوان ورجعنا لنسينا الواجب يا مس حنان. يعني استدعاء ولي امر وجلاد اصفر واحمر وصحيان 6 الصبح نجري في الحوض زي الرمح وسندوتشات اللانشون اللي مش بحبها، مسائل مش عارف احلها، دوس طول اليوم، حل واجب بالكون، نفسنا ندوق طعم النوم، شكلها سنة هتبقى زي الشوكة في الزور. كفاية، من امتى الاستسلام ده بقى فيكم؟ استسلمتوا يا اكبر مزوغتية في البلد؟ احنا كنا عايشين طول السنة بالطول والعرض وعمرنا ما حضرنا حصة لاخرها. بس انا ما كنتش متوقع انكم هتقعوا بالسهولة دي. فين فين روح نط السور اللي جواكوا؟ فين ركبوا اسلاك شايكة؟ هنعمل مشبك والنط وعم خميس اللي واقف على البوابة هنعمل معاه ايه؟ هنشيب 2 جبنة رومي وواحد بيت بالبسطرمة. عمل دايت وبطل ياخد رشاوي. وانا مش هسكت، ولو انتوا هتحضروا حصص فانا مش هحضر، وهزوغ هزوغ 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 هزوغ. مالك يا ابني في ايه؟ كابوس رهيب. قال ايه؟ المدارس بدأت. يا ساتر يا رب، ايه الكابوس الغريب؟ الحمد لله الحمد لله. المهم يلا بينا عشان هنتأخر. ايه سينما ولا ملاهي؟ ميس حنان مستنياك فوق عشان عرفت انك زوغت من الحصة بتاعتها.